اليوم كثير من الناس يتكلموا على التغيير، كيفاش نبنيو العاده الجديده، كيفاش نغيروا الشخصيه ديالنا، ولكن السؤال اللي خصنا نطرحوا على نفوسنا شنو هو التغيير. وباش نفهموا التغيير خصنا نفهموا شنو هو الطريقه اللي شغل بها الدماغ ديالنا وكيفاش تتبنى العادات والسلوكات داخل الدماغ ديالنا. ونتيجه الفضل العلوم الانسانيه وبخصوص علم النفس اللي تقريبا عنده واحد 150 سنه، فهاد 150 سنه قدرنا نديفلوبي ونطوروا مجموعه ديال المعلومات حول الدماغ والطريقه اللي يشتغل بها. اذا العلماء ديال النفس يقولوا بان الدماغ ديالنا كيشتغل بواحد الطريقه، انه كاين واحد النظام ديال المكافاه، ان اي فكره تدخلها او تضرك او تتعاودها بزاف المرات تتولي عندك واحد نمط من السلوك، وهذا النمط يولي عندنا واحد المجموعه ديال المكافئات يقدمها الدماغ، اللي هي مجموعه ديال الهرمونات، منها الدوبامين ومنها السيروتونين، وتتبنى عندنا العادات سواء العادات الايجابيه او السلبيه. حتى الانسان اللي هو تنقولوا عليه مدمن على اشياء سلبيه بحال التدخين، بحال الكوكايين، بحال المخدرات، بحال اي حاجه سلبيه، فهي نفسها تتشتغل بهذا النمط هذا. اذا باش نفهموا التغيير خصنا نفهموا الطريقه اللي تشتغل بها الدماغ ديالنا. وحاليا كاين في الانترنت مجموعه ديال الكتب ومجموعه ديال المحاضرات تتكلم على اليات اشتغال الدماغ، كيفاش يفكر الانسان، كيفاش يتشكل الوعي، كيفاش يتشكل اللاوعي. ان هذه الامور كلها خصنا نتعلموها ونفهموها الى ما نعرفوا كيفاش نتغيروا، لانه المعرفه كما تيقول المثل قوه، لانه حتى علم النفس المعرفي تيقدر يعالج مجموعه ديال المرضى فقط من خلال المعرفه ومن خلال التعلم. اذا الاصدقاء تبارك الله عليكم، نتمنى ان هذا الفيديو تكونوا استفدتم منه، لعندكم شي ملاحظات خليها لنا في التعليقات.